أجواء وصلت يا جماعة، رحبوا بأجواء. هي هي هي، وش فيكم ماسكين مخدات تضربون ولا إيش؟ خلها صبا يعني دوبها بتروق. قول لهم والله تعالي تعالي حضن اختك سعيد. خليها تصبح فيها كيف تصبح فيها، اعملي معها حرب. فين ضاربه؟ انتم ضاربوا وانا بحمي نفسي، ما لي دخل فيكم. ايش باجواء؟ اول مره تخش ما تضحك. هلا هيك بس هيك بتتصبح فينا؟ انتم لسه ما صحصحتوا ولا شو الوضع؟ صاحين والله، بس تصير شغلات غريبه. صوتك واصل لين نهايه الشارع انت يا ابو الشباب. هاي جايز، كيفكم؟ وش في ذا تحنط؟ طبيعي، لانه قبل شوي ما شاء الله تبارك الله باس الارض وخبط في الطاوله و... احلف وقع سالم طاح على وجهه. وقع وجهه قبل خمس دقائق، لو جيتي بس قبل خمس دقائق كان لقيتي سالم هنا مبطوط. احلى اللقطات اللي ممكن تشوفيها هنا بالبولفار عن جد. انفجار حصل في البوليبورد. سالم بعتقد بطل طبيعي على الواقع رجل الحين. هو ليه ما يرد علي؟ انت ايش فيك؟ يا هلا وسهلا يا جوا، نورتي. حكيني ايش ليش طحت؟ ليش طحت؟ هو بدر وعزيز، ضبط عزيز على قفاه. ايه يعني تعرفين احبك العاده. لا 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 لحظه ترى كفكفني من صباح. ايه؟ لا يقول لي هذه ما عجبتني اعطيني الثانيه. طب انت ليش تصرخ الحين؟ ما قهرني ليه كلكم واقفين؟ ايش واقفين؟ انا جاي اسالك، كنت تصرخ علي ايش؟ لا لا هم ليش تصرخ علي؟ لا ليش تصرخ علي؟ ما سويت لك شيء ترى، دوبي جاي. لا تدمعي حسيتها صرخ. فهمت، تحترم حالك. ايه انت سالتيني يا جوا ورديت عليك وانا معصب اصلا وهم عصبوني يعني، وانا ما رفعت صوتي عشان تقولين ارفع صوتك. يعني طحت ولا ما طحت؟ انا ما لي علاقه فيك انت. بعرفها أهضم من هيك، فتفاجأت بكاركتيرها. إلا قاعد تصرخ. لا والله العظيم، إلا من يوم ما جيت وأنت قاعد تصرخ. أنا أصرخ عليه يعني؟ أنت مستحيل أصرخ عليك يعني. عيب عليك يا سالم، والله عيب عليك. سالم ما كان قاعد يزعجك، ترى كان قاعد يهرج عادي. وأنا أعتذر إذا أنت فكرت إني أصرخ عليك. أنا بعتذر. لا ما فكرت، وهذا اللي صار. طيب والحل؟ أنا اعتذرت لك الحين، والحل؟ سالم مش قاعد تكتب؟ قاعد أكتب أغنية مغربية. أغنية مغربية يعني أنت تكتبها؟ لا أغنية قديمة، قاعد بس أحفظ. طيب وش فيك اليوم الصباح؟ تغلط على خلق الله وكذا؟ قسماً بالله يا جوا ما غلطت على واحد فيهم، جيت أضحك أول ما طحت قمت. ما لي دخل فيهم، أنا صرخت علي سالم. يعني أنا الحين جايك وأعتذر إني أنا إذا أنت تشوفين رفعت صوت كان أعتذر وأتأسف لك. خلاص خلينا نغير الموضوع، مو لازم ترجعين نفس الموضوع. أجواء يمين بالله الكلام مو حولك ولا توجهت معك، قاعد أتكلم مع زين. أنا عارفة أنه أنت مو حولي بس أنت تصرخ علي. أجواء أنا ما صارخت عليك ولا عندي مشكلة مع أي أحد من المشتركين، يعني ليش جاية تفتنين